السؤال الأخير سيد الوزير، لأول مرة يكون عندنا قانون للإجراءات الضريبية الموحد. المواطن المصري يتحدث عن هذا القانون، فوائده إيه بالنسبة له؟ التطور الحاصل في المنظومة الضريبية كيف ستكون على أجندة هذا القانون؟ القانون ده كان يعتبر سابقة في تاريخ مصر، صحيح. لأنه دايما بتعمل قانون الضرائب تحط فيه السياسات والإجراءات، صحيح. وتيجي تبص تلاقي القيمة المضافة ليها إجراءات، الدخل ليه إجراءات، الدمغة ليها إجراءات، كسب العمل ليه إجراءات وبتاع، والممول بيضيع بين كل الإجراءات. فقلنا طيب ما نجيب الإجراءات كلها في قانون واحد ونحاول نوحدها ونبسطها ونيسرها ونميكنها، بحيث الممول مش هيروح تاني مأمورية الضرائب. هو ده كانت الفكرة. طلعنا القانون، قعدنا هندسة الإجراءات، حاولنا نبسطها وبتاع وميكناها، وأطلقنا الميكنة 3 نوفمبر اللي بوعد بيه الناس تدريجيا الممول مش هيروح المأمورية. المأمور الممول هو قاعد في مكتبه هيدخل كل بياناته، 90% من الشغل اللي كان بيعمله المأمور هتعمله بتاع المأمور، هيبقى يعني بيستخدم 15% من تدخله من العملية كلها، وبالتالي تقلل بقى من حتة ايه التقدير الجزافي، المأمور ظلمني، لا 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 يا فندم، كل الكمبيوتر هو اللي هيشتغل وهيحسب وكل حاجة، والذكاء الاصطناعي هيقول لك الكلام ده مش مظبوط اللي انت مقدمه، لان حضرتك استوردت بكذا وصدرت بكذا وبعت لمحمد معيد بكذا واشتريت من محمد معيد بكذا، وهقول لك اللي انت مقدمه ده من غير انت ما تقدمه انا كل بياناتك عندي.